مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من مسار مهنتي. هذا البرنامج احنا على كنار تي في عملنا عشان نوضح لأي واحد عايش في كندا او حابب يجي يعيش في كندا ايش هي المهن اللي موجودة في كندا، كيف تعامل هذه المهن، هل في ريجوليشن لهذه المهن، هل هناك معادلة للشهادات ام بقدر يشتغل بدون معادلة، هل لازم يعمل اختبارات. بعدين وحكينا عن كتير مهن بهذا الموضوع، وبعدين بدأنا بمشروع آخر برضو في مسار مهنتي، التعريف بالمهنة، إيش هي مهنة النجارة، شو هي مهنة الهندسة الإلكترونية، شو هي مهنة الهندسة الكيماوية، بإيش مجال ممكن يشتغل. خاصة هذا ممكن يعطي معلومات كتيرة للطلاب اللي حابين يدرسوا هاي الشغلة، أو حتى الناس اللي بدهم يتخصصوا يغيروا تخصصهم، لأنه في ناس كتير بيجوا على كندا وبغيروا تخصصهم. اليوم حنحكي بقلب مستريح وقلب مفتوح مع صديق وعزيز وأخ له كل الاحترام، هو my own dentist صراحة، فأنا I'm proud إنه هو معانا اليوم، الدكتور أحمد مرعي. أهلا وسهلا فيك يا دكتور. أهلا وسهلا بك محمد، أهلا وسهلا بك وبكل ضيوفك الكرام والمشاهدين. طبعا الحلقة اليوم حتكون شوي حساسة، حنحكي عن طب الأسنان بشكل عام، وفي كتير إجاني، وأنا لما حكيت بدي أحكي عن هذه، طبعا أنا درست طب أسنان كمان، فحكون يمكن شوي محاور عنيد لإلك، فانتبه شوي اليوم. ما في مشكلة، خذ راحتك، اسأل اللي بدك إياه وإن شاء الله ممكن. إن شاء الله. طبعا كتير بيجي بسألك بقول لك يا أخي رحت على دكتور أسنان ما طلعش كويس، وطلعنا على دكتور أسنان خربني سلاني، وهذا الحكي اللي اليوم حنفتح الأبواب اللي لمهنة طب الأسنان من الداخل زي ما نحكي. فجهز حالك وإن شاء الله نكون قدر المسؤولية أمام الناس. طبعا في عدة شغلات حنسأل عنها، حنسأل عن الكوفيد تشارجز اللي صارت في كندا، بدنا تحكي لنا إياها بصراحة شو اللي صار وليش عم بتصير. بعدين حنسألك عن مهنة طب الأسنان بشكل عام ونبدأ نحكي بالهذا. بس أول شيء بدي إياك تعرف حالك للجمهور دكتور أحمد، مين دكتور أحمد مرعي؟ طيب اهلا وسهلا بكم محمد، شكرا كثير على الجهود اللي بتعملوها مع كنار تي في، جهود مشكورين عليها والله، بتحاول تثقف الناس. ويعني ان شاء الله اكون يعني هيك، انا لا مجهز شيء ولا شيء، فحخليها يعني ببساطه. احمدي احمد مرعي، انا تخرجت طب اسنان، خلصت اول شهاده لي في من جامعه بغداد بال 2001، وبعدين فتحت عيادة، وكان عندي سنتر في عمان المركز العربي، كنت واحد من شركاء فيه في عمان في شارع الجاردنز، اشتغلت فيه وبعدين سنتين، وبعدين جيت على كندا هنا وبدأت في مشروع مسألة المعادلة. كانت أي وقتنا كانت المعادلة صعبة شوية، لأنه لازم نمر في امتحانات نظرية وعملية، وبعد ما نمر فيها وننجح من الامتحانات كلها بيجي مرحلة القبول للجامعة، لأن لازم تدخل الجامعة لمدة سنتين في كندا حتى تحصل على القبول على اللايسنس انك تقدر انك تدخل في تشتغل. فالمشكله كانت القبول الجامعات، كان لانه مجرد العدد اللي بيقبلوه كان قليل جدا، يعني بتروح على لندن وتيري بيقبلوا كانوا 15 واحد 16 واحد في السنه كلها، واللي بيكونوا متقدمين بيتجاوز عن ال 2000 و3000 متقدم، وكلهم ناجحين في الامتحانات النظريه والعمليه، يعني الكل معامل ممتاز. ولو الكل كان جايب 99 بالامتحانات النظريه والعمليه استيل هم حيختاروا 16 واحد، يعني لو كان 50 واحد جايبين علامات كامله استيل هم حياخذوا بس 16 يعني، والباقيين رد عيد مره ثانيه كل شيء من جديد. فكانت شويه صعبه، الحمد لله انا توفقت وانقبلت فيها ودخلت على جامعه ويسترن اونتاريو في لندن اونتاريو، اسمها شولك دنتستري، وتخرجت فيها بدرجه ديجري من كندا يعني. فانا عندي الان 2 ديجريز، واحده من بلادنا وواحده من كندا يعني رسميا. وبعدين تخرجت وتوجهت لسوق العمل، يعني انه اشتغلت في المناطق شوي بعيده حتى اقدر اعمل الاشياء اللي انا بحبها. فاشتغلت في بتواوة، وكنت اشتغل كثير للميليتري مينلي، وبعديها يعني اشتريت عيادتي في اوتاوا هنا بيس لاين دنتال، هي من اقدم العيادات في اوتاوا،
احكي لنا عن هاي العيادة لأنه لها تاريخ لازم نعرف عنها. العيادة هذه إن بدت من 1968 وانبنت، أنا شفت صورتها في الأقمار السينمائية، يعني ماخذينها صورتها من الجو كانوا مصورينها أيام زمان. فهي يعني عبارة عن مبنى في وسط مزارع، ما في ولا أي شيء حواليه، ففقط مزارع. فاللي يعني اللي بناها يعني الكل كان يجي يحكي له أنت يعني مجنون رايح تبني في بين مزارع يعني أنت. فهو كان يعني يعتبر ريموت إيريا برا أوتاوا تماماً، بيسلاين كانت تعتبر برا أوتاوا يعني. فسبحان الله كان يحكي لهم لا انا يعني شايف انه هذا مكان منيح. ومن وقتها من متى من اول ما بدات العماره يعني بنت المبنى كان هو عياده اسنان 3 طوابق ولحد الان يعني. فخل يعني الدكتور مكفي اسمه توفى ربنا يرحمه، وبعدين اجت زوجته اجت بنته عفوا، كان هو عنده 12 ابن وبنت، كان من اللي بياس من الناس اللي يعني مش عربي يس. فبنت واحدة من بناته صارت دكتورة أسنان وأخذت محله، وبعدين أنا أخذت منها. طبعا كانت العيادة تبعتي في منافس عليها شديدة، أتوقع كان في أكثر من 30 دكتور أسنان بدهم إياها يعني. فهي عملت انترفيوز وقابلت وشافت أنه الأقرب لوجهة النظر تبعتها والفلسفي اللي هو كانت أنا وشريكي محمد هيكل، هو من مصر، وربنا الحمد لله يسرنا وأخذنا العيادة. والآن إحنا بنبدأ فيها، صرنا الآن almost 4 سنين والأمور جيدة وطيبة، وبنعمل أغلب التخصصات يعني كل شيء. طبعًا إحنا مش أخصائيين، إحنا طب أسنان عاميين، لكن كل واحد فينا عنده وهس في جانب معين من طب الأسنان. فأنا إلي وهس في 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 حشوات العصب وإعادة علاجهم، وخاصة يعني complicated فيهم، والcosmetic dentistry اللي هو بدهم يعني عندهم مشاكل في أسنانهم. شريكي محمد عنده وهس أكثر في الجراحة وفي الزراعة ومزرعة، وعندنا شريكنا الثالث اسمه كمان محمد سليمان، هو يعني very professional very يعني expert في موضوع الزرعات الزراعة والإمبلانت. فنوم يعني قد ما كانت الحالة صعبة we'll take care of it. فالحمد لله فأغلب الشغل تبعنا بنعمله عندنا، نادر ما نحول برا يعني على أخصائيين، لأنه أغلب الأمور نقدر نعملها إحنا يعني جدا قريب إذا مش بنفس مستوى الأخصائيين. لكن إحنا مش أخصائيين، إحنا دكاترة عامين، دكاترة عامين. طبعا الفيس تبعتنا بتكون أقل من الأخصائي لأنه دكاترة عامين. فالحمد لله يعني أغلب الدكاترة أغلب المرضى اللي عندنا بنعالج إحنا هلا الثيرد جينيريشن، يعني لما يجي عندنا بيجي الجد وبيجي الابن وبيجي ابن الابن، فكلهم بيجوا مع بعض. فلما يجي ابن الابن يس يور جراند فادر كان هون موجود الاسبوع اللي فات، وطبعا عندنا علاقات كثير فيهم لانه جنريشن افتر جنريشن بنعرف كل واحد، وهذا حفيدته تزوج وهذا مش عارف صار عنده هيك وهذا سافر وهذا اشترى بيت وهذا كذا. فعلاقاتنا فيهم كثير قويه لانه بنتعامل مع الثيرد جنريشن، يعني العيله كلها بيجونا. في ناس بيجونا لحد الان من مونتريال، في ناس بيجونا من كينغستون، في ناس بيجونا من I know it. يعني هاي الناس بيحكوا لك هذولا يعني شغلات نادرة، لكن في عنا ناس بيجونا من بي سي بيسافروا كل 6 شهور عشان يجوا عنا، لأنه خلاص إن ولدوا في هاي العيادة ووصل لهم طول عمرهم بيعملوا هاي العيادة، وأبوهم يجي على العيادة هاي وأمهم يجت على العيادة، فخلاص فكل ما بدهم إشي بيسافروا بيجوا عنا. يا جماعة 5000 كيلو يعني. Yeah. أغلب الشغل بنكون طبعًا يعني مجهزين لهم إياه، يعني إحنا as appreciation من عنا إنه بيجونا من مسافات بعيدة كذا، بنحاول نحجزهم بالأوقات المناسبة لهم، وأغلب شغلهم بنحاول نخلصه بنفس يعني في وقت قريب جدًا. يعني اللي بيجوا مسافرين بنخلص لهم شغلهم، إذا بده ترتيبات مثلًا تأخذ أسبوع عندهم المختبر بضل أوفر نايت يشتغل حتى يخلص لهم شغلهم اليوم الثاني ويقدر يرجع. فالحمد لله الامور يعني جيده. انتوا عندكم الاكس راي والبانوراما والاشعه هاي؟ يس عندنا كل الامور كل شيء في طب الاسنان الا باستثناء طبعا السي بي سي تي سكان ما مش موجود عندنا، غير هيك كل شيء في طب الاسنان موجود. يعني ان شاء الله شوي شوي بنحاول انه ندخل على كل شيء بالتكنولوجيا جديد. طبعا في عندنا شويه تحديات لانه مبنى وطلت طوابق، فهذا شوي بخصوص البيرمت وهاي الامور بتخلينا شوي نكون شوي متاخرين في بعض الامور اللي هي فيري ادفانس اللي احنا اصلا مش محتاجينها، يعني زي السي بي سي تي يعني حتى لو جبتها الافضل انك تعملها عند اخصائي اشعه احسن من ما تعملها في عياده اسنان، لانه بتحتاج اخصائي الاشعه بينظر لامور في هاي الاشعه الخاصه اللي هي السبيشال، بيتفرج على امور اكثر من الاسنان، يعني مش مجرد انه بتاخذ الاشعه للاسنان. كثير ناس بنشوف عندهم
susceptibility لجلطات، ممكن تصير عندهم جلطة، فبنحكي لهم هلا، بنتصل فيهم هلا، بدك تطلع على emergency right now، وبنحكي مع الامرجنسي دكتور انه بعتين لك هذا المريض. طبعا هو لا عنده اي ساينز ولا سيمتومز ولا عنده اعراض انه عنده جلطة، لكن حصلت انه اخذنا صورة اشعة وشفنا فيها واحد من الارتريز مسكر، هذا ملوش دخل في الاسنان هو، بس فعشان هيك لما ناخذ هاي الامور احنا مطالبين انه ننظر على كل شيء مبين في هاي صورة الاشعة، بغض النظر هل هو له علاقة في الاسنان او لا. فعشان هيك بنحاول يعني قدر الامكان نكون حريصين في هاي الامور يعني. دكتور طيب خلينا نبدا بهاي المهنة، يعني الله يعطيكم العافية، انا رحت عيادتك صراحة من العيادات النظيفة، تعقيم هاي الشغلات اللي يمكن أنا كمان عشان دكتور أسنان بنظر إلها بطريقة تختلف عن زبون عادي صراحة، يشهد لكم ويرفع لكم، ترفع لكم القبعة، مش عشانك صديق ولا عشانك، عشان دكتورك يا زلمة، عشان دكتوري بأمنش غير لأسناني عند دكتور، أعمل لك حشوات غير تخدير بعدين بعدين بأكل هواء. طيب حكينا للي ما بيعرف شو مهنة دكتور أسنان، إيش بتسوي أنت كطبيب أسنان؟ هل فقط هل كم سن ال 32 سنة اللي فتمنا شغلكم فيهم ولا أكثر؟ إحنا في بلادنا بسمونه أورال سيرجن بسموهم، يعني في الجراحة، فهو مش مجرد طبيب أسنان بتفرج على السن. إحنا لما درسنا في كلياتنا كنا ندرس الـ 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 من الصدر وطالع لفوق، يعني الصدر الرقبة الهيد ككل، وفي أمور إحنا بنعرفها أكثر من بعرفها الطبيب. الطبيب العام ما بيعرف في أمور زي ما بيعرف فيها طبيب أسنان في أمور معينة، يعني لها علاقة في الأمور التشريحية، إحنا بنروح ديب أكثر من الطب في ما يخص اللي هو الصدر والرقبة وال 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 والرأس. كل إشي مترابط مع كل إشي. عندنا كثير إحنا أمور بنعرفها، infective endocarditis، إذا هذه بكتيريا بتعمل infection في الصمام القلب، هذا شيء مشهور جدا. هاي مصدرها من وين؟ مصدرها من اللثة، بتيجي فمن اللثة وبتروح عن طريق الأوردة وبتروح على القلب، بتضرب صمام القلب right away، ويعني بتعمل مشاكل كبيرة جدا. عشان هيك حتى هذول المرضى اللي بيكونوا مصابين فيها كل مرة بدنا نعالجهم، لازم نحطهم تحت مضاد حيوي، وحتى نعطيهم بروفلاكسز ومضاد حيوي، نعطيهم كميات عالية جدا، حتى إنه لو صار أي infection خلال عملية العلاج الأسنان، مش شرط infection لأنه الأدوات مش نظيفة، هي البكتيريا اللي موجودة في الأسنان مثلا من دخلت جوا اللثة او عن طريق الاورده اللي موجوده في الفم، ممكن تؤدي لمشكله كبيره. عشان هيك هو الامور مش مجرد انه بس فم. دكتور الاسنان هو من اكثر الدكاتره او اول دكتور ممكن يلاحظ ساينز شيء له علاقه في الكانسر، في السرطانات، ربنا يبعد عن يعني عن الجميع. دكتور الاسنان هو اللي بيشوف اول ساينز له، فاغلب الساينز بتكون موجوده في الاورال كافيتي، بتكون مبينه، وهو اللي اكثر one of the 10 most يعني common cancer، يعني اللي هو اللي بالاورال، وغالبا حتى الكانسرز اللي في الجسم الامور الثانيه بتبين في فم المريض. الديزيزز الثانيين اللي هو زي اي ليفر ديزيز، كدني ديزيز، هاي كلها بتبين تعطي ساينز كمان في التم. فدكتور الاسنان لما يتفرج ما بيتفرج هو بس على سن وهل بيتحرك ولا لا، هل في كافيتي ولا لا، لا. عشان هيك لما تروح عند الهايجينست تنظف ويعملوا لك الفحص، بيعملوا لك مرات كانسر سكرينينج، طبعا هو يعني يمكن مسمى فانسي، بس هو مش مجرد للكانسر، بنعمل سكرينينج لكل إشي في الاورال تيشو، حتى الثروت. انا بتذكر اجت علينا سنه قبل 3 سنوات، في سنه واحده اكتشفنا يعني 4 حالات كانسر، وفي منهم يعني واحد احنا كنا جدا سعيدين لانه لما حولناه اكتشفناها وحولناه كانت في بدايات الستيج وتعالجت، هو رجال كبير كان في العمر. فحتى اتصل فينا مدير المستشفى واتصلت فينا زوجته وجابونا طبعا يعني هدايا على العيادة وكذا، فكانت يعني احنا كنا سعيدين انه قدرنا انه نشوفها، شايف كيف. فهي مش مجرد سن وتسوس، هذا الشيء البيسك اللي تفرج عليه طبيب الاسنان صح، لكن احنا نتفرج على كل التيشوز، كل الانسجة اللي موجود والمحيطة في السن نفسه داخل الفم، التانج، يعني most common cancer اللي بيكون تحت the floor of the mouth، تحت اللسان، هذيك مش شرط كل واحد يشوفه. ها مشكلته انه كمان مرات بيكون
very aggressive هذا الكانسر. فكل ما شفته أنت في البداية ولاخذته في البداية كل ما صار علاجه سهل جدا وpredictable وممكن يتعالج بجراحة. بس متى ما انترك إذا استشرى في المنطقة هذه. ومش دائما مرات المشكلة الكانسر إنه ما بوجع. يعني لما نشوف عند مريض واحد عنده انتفاخ ولم أو إشي غريب وما بوجع فهذا alarming أكثر من لو كان عند المريض ألم. لو كان في ألم بيكون يعني أشوى شوي. المرض اللي بيكون أسوأ كل ما كان صامد يعني المريض ما بحس في ألم فيه فهذا بيكون أسوأ وضعه. فطبيب الأسنان دائما حتى لما يجي عنده يشيك على الغدد الليمفاوية اللي موجودة في الرقبة في بالرأس من وراء في الساينسز هاي كلها أمور مش مجرد أسنان. يعني في عندنا كثير ناس بيجي بيكون عندهم مشاكل طول لمدة يعني أشهر وعندهم مشاكل بتطلع بالأخير هي ساينس يعني بروبلمز مجرد إنه بتاخد دواء بعدين وخلص انحلت المشكلة اللي صار له بيعاني منها 6-7 شهور ومش عارف شو هي وإيش مشاكلها. ف وكثير شغلات ايضا من ضمنها يعني الامراض اللي هي الخبيثه ربنا يبعدها عن الكل بتبين باللينف نودز. فاللينف نودز اللي احنا دائما بنشوفها اللي هي في الرقبه دائما من دائما دائما لما يروح المريض يجي على التنظيف او يجي على عياده الاسنان دائما بنكون نحسس على رقبته ونشوف ندور وين في لينف نودز نحس رقبتي نحسب نشوف ايش وين الرقبه ايش فيه وين في لينف نودز لانه هذول اللي هم زي اللي برفعونا زي ريد فلاج انه في اشي روح دور اكثر go more invasive فرج يمين يسار اسال المريض اسئله خذ الهيستوري تبعته شوف ايش في مشكله. الحمد لله يعني زي ما حكيت لك نشعر بالسعاده لما نشوف انه اكتشفنا مرض سيستميك ديزيز الدكتور ما كانش عارف عنه للمريض والمريض بيعاني صار له فتره واكتشفناها احنا لانه كانت مبينه في لها ساينز في التم. فالحمد لله يعني ذس از فهو طبيب الاسنان مش مجرد يعني اسنان مش مجرد حفر. يعني ايام احنا في بلادنا ايام زمان كان في عندنا اللي بلف في الشنطه على المطهر ايوه هلا ترى دكتور في ناس بيستبروه عنده فلانه الحفر لانه تحفر سن وتحشيه هو يعني اتس فيري سمبل يعني ما بدهاش اختراع ولا بدها يعني ساينس. هي القصه كلها انه هاو تو ابروتش تريتمنت بلان كيف انت تحط تريتمنت بلان عشان توصل بالاخير لانه هذا العلاج حيكون ناجح ولا لا. فهو هذا واحد من الامور الفروقات اللي لاحظناه لما درسنا هنا عن اللي في بلادنا. في بلادنا شاطرين جدا ونفس واحنا بالعكس احسن لانه هناك بمر في امور صعبه بنحاول نكون فيها كرييتيف. الفرق بين هاي البلاد اللي بتتقدم علينا فيها اللي هو التريتمنت بلاننج انه كيف بيحطوا خطه علاجيه للمريض وبيمشوا عليها وبالاخير بتصير نتائج جيده مقارنه احنا عندنا هيت اند مس. اوكي خلينا اصلح لك هذا بعدين اخلع لك هذا مش مشكله ترجع بعدين بنظف لك. هون لا عندنا سيستم لازم تبدا اول شيء في خطوات لازم اول شيء التنظيف نقلل عدد البكتيريا بعدين نروح على الخلع نشيل الامور اللي فيها مشاكل بعدين نمشي على الحشوات. فانا ما اعتقد ان الدكتور بيكون يعني هاي واحده من الامور اللي ممكن بعدين يعني احكي لك عنها انه كيف الدكاتره بيعرفوا كيف الناس يعرفوا هذا دكتور شاطر او مش شاطر او كيف yes. يعني هاي واحده من الامور اللي بحكي لك عنها اللي هي مثلا ايش التريتمنت بلان اللي عمل لك اياها كيف بدالك. خلينا ناخذ شويه اسئله سريعا هي اسئله دكتور رامي اهلا وسهلا فيك بقول لك انا مقيم في اوكرانيا دبر بجالوه الدكتور رامي من 10 سنين حابب اجي لكندا عادل شهادتي. دكتور رامي احنا عملنا يوتيوب عن معادله الشهاده ممكن ترجع له بنفس هذا القناه راح تلاقيها. أنا عراقي راح وعندي باسبورت أوكراني مين أفضل موضوع هذا الباسبورت موجش كنت كتيرة بتصمنوي بقبرين. شكرا يا دكتور رامي على السريع عشان دكتور رامي بفهمنا على السريع. طيب في سؤال بقول لك ما هو السر في فارق اختلاف الأسعار عن الشرق الأوسط بين كالشرق الأوسط كندا هل التاكس عالي عليها مثلا؟ فعلا يعني دكتور هذا من الأسئلة اللي بيسألوها ناس كتير بقول لك انا اخذ تيكت واروح على بلدي واعمل اسناني غاد خاصه اذا سنين ثلاثه كمشه ارخص لي من اسويهم هون. هاي دائما شغله بتواجهنا صراحه وبتدخلنا شويه في احراج انه نحاول نقنع الناس ومرات يعني مرات صعب انه تقنع. اولا في بلادنا الدكاتره الشاطرين اللي بيعملوا الشغل هاي اند اللي هو الشغل اللي بيكون مزبوط تماما بياخذوا اغلى من عندنا. انا دائما بيجون الناس بيحكوا لي بدنا نعمل حشوة عصب عندكم غالي هون بعمان نعملها ب
100 دينار بيعملوها. لا، هو فعليا انا الدكاتره الشاطرين اللي في عمان اللي بيعملوها بيتقاضوا 600 700 دينار اردني، لما تحولها لكندي بتحكي عن 1400 1200، هم بياخذوا نفس كندا اذا مش اكثر الدكاتره الشاطرين في عمان. المشكله اللي بنواجهها انه المرضى ما بيعرفوا نوعيه والكواليتي تبعت الشغل اللي بتتعمل جوا اسنانهم. هو المريض ايش اللي بهمه عاده؟ بهمه شغلتين، انه هل توجع او لا، هل في وجع صار بعد العمليه او لا، او انه كيف يعني ينظر لسنه ويشوفه ابيض وشكله زي السن الطبيعي. بس هو المريض ما بيعرف ايش نوعيه المواد اللي استخدمت، ايش الحشوات. هاي شغله بعاني منها جدا بحشوات العصب، لانه الدكاتره كلهم اللي حوالينا الشباب اصحابنا كذا، كل الكومبليكيتد حالات العصب الكومبليكيتد بيبعثوا لي اياها على العياده. فانا دائما بشوف الكل اللي بيجي من بلادنا، وانا يمكن كنت واحد منهم، انا كنت يعني ما عندي هاي سكيل بحشوات العصب، فبتلاقي انه يعني انا الاسبوع اللي فات يمكن او الاسبوعين اللي فاتوا يمكن اكثر من 10 حالات عملت لها اعاده علاج، اغلبهم جايين من بلادنا. عادة لا هي الحشوة كاملة، بتكون الحشوة محشية نصها، نوعية الحشوة اللي انعملت، نوعية التنظيف. فهو هاي المشكلة، المشكلة انك بتشتغل شغل هناك ما بيكونش ضمن الستاندرد اللي هو المفروض ينعمل، وبتيجي هنا بتشوف ايش، بتلاقي انه في عنا عندك مشكلة، التصحيح تبعها بيكلف اكثر مما لو انعملت من اول مرة. هو هذا يعني انا بتذكر لما كنا في عمان بالزمانات، كنا لما نعمل الكراون نيجي نعمل اللي هو التلبيس، كان المختبر يشتري المعدن، يشتري في الكيلو، يعني بروح على المحلات اللي تبيع مواد اسنان بيشتري كيلو معدن. الكيلو هذا بيطلع حقه بجوز يطلع حقه 60 70 دينار اردني. الكيلو هذا بيعمل له ابو يمكن 10000 سم بيعمل، فتخيل كوست. هون بيشتروا المعدن هذا بالجرام مش في الكيلو. يعني بالجرام. انا الان لسه الآن كنت بحكي مع المختبر، نعمل تلبيس لمريضة بدها إياها من نوع معين، فالجرام الواحد سعره 90 دولار. فلما إحنا بدنا نشتري بس الجرام، يعني إذا بدك تشتري أنت 5 جرامز عشان تعمل الشغل للمريضة مثلا، هاي أنت 450، هذا لسه هذا بس سعر الماتيريال، يعني أنت هاي اللي شاريته أنت. فصعب أنك تقارن ما بين هون وهناك، هذا واحد. اثنين، الأسعار المواد نفسها في بعض المرات بتكون نفس المواد هي، لكن هون طبعا في عليها ضرائب. الجمارك اللي موجودة هنا مش زي البلاد. الشركات نفسها لما تبيع إشي لعمان ما بتبيعه بنفس السعر اللي بتبيعه لكندا. يعني هي الشركة موجودة في أمريكا بتبيع مثلا الحشوة لكندا، الحشوة اللي احنا بنحطها جوا السن، الحشوة الواحدة بتكلف 15 دولار، هاي اللي بتحطها جوا السن. في عمان ما أتوقع سعرها 7 دولار. هم بيشتروا الباكيت اللي بيعمل له 10 أسنان، الباكيت كله بيطلع بخمس دنانير. احنا القناة الواحدة، القناة اللي بتحشيها القناة الواحدة إذا المادة اللي تستخدمها كويسة سعرها 15. القناة يعني المريض بيحشي 4 قنوات، أنت بس الحشو لحالها دفعت أنت 60 دولار بس لحشو لسن واحد، هذا بس التكلفة عليك. غير هيك كمان الأيد العام، أنت عندك الأسيستنت، عندك الفرونت ديسك، عندك العيادة نفسها، عندك الإكوبمنت كلها، هذه كلها الرانينج تبعها غالي، الكهرباء، المية، التاكس، البروبرتي تاكسز، كل هاي الأمور كلها بتحط بتزيد وبتزيد وبتزيد. بس هو ان جنرال هو طب الاسنان في البلاد هذه يعني الماتيريال نفسها غاليه، والكوست الران كوست غالي، يمكن عشان هيك السعر شوي مرتفع. بس شغله ثانيه كمان، اغلب الدكاتره اللي بتخرج من الجامعات هنا بيكون دفع يعني مع المعيشه، ما بين ما يدفع للجامعه مع المعيشه بيدفع من 350 ل 400 الف، هذا التويشن تبعه. فهو اوريدي اصلا دفع مبلغ ضخم جدا عشان يدخل على الكليه الاسنان، فلما يتخرج فهاي واحده من الامور اللي بدي يسدها كمان. فهذا هو. بس بالنهايه اللي بحكيه عند كل الناس انه الكواليتي تبعت الشغل في بلادنا كويسه، بس اذا عرفت وين تروح هاي المشكله. في كثير امور يعني بتمشي هيك بسرعه بتنعمل بسرعة. اعتقد صار في جام عند ايوه تفضل دكتور، صار عندك جام تفضل. يا هاي المساله الثانيه كمان، انت لما تيجي هون عند دكتور عملت شغل وصار في مشاكل او كومبليكيشن، ترجع عنده الدكتور بيصلح لك الشغل من غير ما يدفعك اي شيء لو صارت اي مشاكل. لو رحت هناك عملت اي شغل وصارت مشكله مش حترجع تقطع تذكره وتروح هناك. ولو رحت عند دكتور هنا مش كل الدكاتره حيرضى يشتغل لك على شغل دكتور انعمل من اول. هاي واحدة من الأمور اللي بنواجهها لما يجي مريض التقويم، بروح على البلاد بحط البراكتس والواير في هناك عشان أرخص، وبيجي عندك بيحكي لك أنا بس بدي تعدل لي الوايرات.
طب انا مش محل ما احط البراكتس هذول على الاسنان. اتوقع صار مره ثانيه جام. حناخذ سريعا بعض الاسئله اللي حيجاوب عليها الدكتور. دكتور عندك جام، بعرفش اذا فولي جام معناها دكتور. اوكي هحكي للدكتور يرجع يدخل. try to log in again. في أسئلة مهمة جدا، أتوقع إنه هذه أسئلة بدنا نحكيها. لو في دكتور أسنان محجبة هل ده يكون عائق بالشغل؟ لا. طيب ممتاز. أنا خريج أوكرانيا بدي أجي على كندا. أهلا وسهلا فيك دكتور. إحنا عملنا حلقة إفريتيك، إحنا عملنا حلقة عن معادلة طب الأسنان موجودة على القناة، ممكن تحضرها وتشوفها. معلش دكتور بتصير هاي التقنيات. طيب. يمكن عندي، يمكن الإنترنت عندي شوي ضعيف. It's okay. في سؤالين مهمات جدا بسألوهم كل الناس. أول إشي، كيف أختار طبيب أسنان؟ أنا ما عندي خبرة بطب الأسنان، ما بعرف كيف أقيم طبيب الأسنان. كيف أختار طبيب أسنان فعلا يكون جيد؟ ألو طيب انا بدي اروح اقرب، مش عارف هو من عندي ولا من وين. روح على المكان اللي بدك اياه وبس تخلص الهاي بحط الشاشه. حكيت اقرب على على الواي فاي اذا من عندي، اذا انا السبب. ايوه قرب على الواي فاي. ايوه شايفين حتى دكاتره اسنان بيعانوا من الواي فاي يعني. لا هو انا قاعد في الغرفه في المكتب فوق في اخر البيت، فحسب يمكن شوي بعيد على الواي فاي. طيب خلينا في سؤالين هون سريعين. اعتقد انه هذا واحد إفريتيك حكينا عنه. في سؤال بقول لو في دكتورة اسنان محجبة هل ده يكون عائق بالشغل؟ صراحة ما اتوقع في كندا يكون عائق في الشغل انه دكتورة اسنان محجبة، بالعكس قد يكون هذا ادفانتج لها، لانه في كتير سيدات بحبوا يروحوا عند سيدات. بعرفش اذا بتوافقني الرأي يا دكتور. إطلاقا ما إله أي علاقة. عندنا دكاترة كثير هنا كلهم محجبات. أنا الأسيستنت تبعتي بالعيادة محجبة، واحدة من الأسيستنت محجبة، واحدة من الأسيستنت اللي عندي كان عندنا دكتورة محجبة في السابق. فالدكتورة ما إلها علاقة إطلاقا بأنه محجب أو لا، بالعكس الناس هنا ما بيتفرجوش على واحدة محجبة ولا، بهمهم كيف تتعامل معهم وكيف تحكي معهم، هذا اللي بهمهم. يعني ما يعني الناس هنا مش ريسست يعني انه يحكي لك هذا محجب او لا، ما اطلاقا ما فيش. هي بس هي بعض المرات بتكون بريفرنس، يعني في ناس بدهم يكونوا ميل ما بدهم فيميل، وفي ناس بدهم فيميل ما بدهم ميل اللي يعالجهم، وفي ناس بدهم محجب، في ناس بيحبوا لا يكون واحد مثلا مور من الايجن لانه بيقدر يحكي معاه بيقدر يتفاهم معاه، في ناس بيشعروا مور في يعني مور كومفورتبل للمحجب. فهو حسب صراحه كل 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 واحد، يعني مش شيء لا فور شور يعني انه لازم يكون محجب او لا او كذا، هذا ما فيش هذا منه الحكي. طيب سالتك دكتور سؤال يمكن قبل ما تروح، واتوقع انه هذا من الاسئله المهمه اللي بيسالها اي واحد، كيف اختار طبيب الاسنان بحيث اني اتاكد انه الطبيب الاسنان بيشتغل لي شغل كويس؟ ما بعرف انا شو بعرفني، بعد 5 سنين تظهر النتائج، احيانا بعد 10 سنين. طيب بخصوص طبيب الأسنان أخي، كل الأمور هو 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 المسألة ببساطة، أنت كيف راح كل إشي بيبدأ من أول شيء. الكنديين في الكندا هنا لما بده يجي على العيادة عندنا، في منهم بيجي أهلا وسهلا وبدي أصير أنا دكتور عندكم، بيشوف عندك الريفيو تبع جوجل، هذا بيعطيك جود يعني. مرات مش شرط إنه هذا يعني يكون very true مرات، لكن على الأغلب بيكون يعني true. أحسن شيء إما إنك تسأل حدا، يعني أنت بتعرف حدا بروح على دكتور أسنان وهو happy مع الدكتور الأسنان وبيحبه وهيز very good، تسأله
هذا بيكون احسن شيء. الشغل الثاني انه لما تروح عند دكتور اسنان روح وميتهم، يعني احكي لهم انا بدي اجي، بدي اتصل في العياده، او انا بدي اصير مريض عندكم بس حاب اجي انترفيو مع الدكتور، اقعد احكي معاه، ادردش معاه، يعني اساله اسئله اشوف كيف، ومن خلال الحديث انت بتشوف هل تطمئن لدكتور الاسنان، هل بتشوف يعني هيز راشينج ثينج ويلا يلا بسرعه بسرعه وخلص بدنا نطلع، ولا لا بيقعد بيحكي معك، هل برحب فيه. هاي واحده من الامور. الشغل الثاني هو دائما كل شيء ببين عندك من اول ما تتصل في العياده، لما تتصل تشوف اللي بتحكي معاهم على الفرونت ديسك، لانه هدول دائما بيكونوا مرايه للعياده. هل لما تحكي معاهم برحبوا فيك؟ هل بيحاولوا يتفاهموا معك؟ هل اذا في شيء سالته سؤال بيحاولوا ان يجاوبوا لك اياه؟ مرات ما بيعرفوا الاجابه، بيحكوا لك لازم نسال الدكتور او نسال المانجر، بس هل بيحاولوا ولا هم يعني بتحسهم لا ما بيحاولوش ولا بدهم يحكوا ولا بدهم كذا؟ هاي واحدة من الأمور الثانية، شايف كيف؟ خاصة إحنا زي العرب لما تصل في عيادة وبتعرفش تحكي إنجليزي كثير مثلاً، هل بتشوفهم بيتفهموا اللي على فرونت ديسك وبيحاولوا يحكوا لك أوكي لحظة شوي خلنا نشوف حدا بيحكي عربي، ولا بيحاولوا يتفهم معك، ولا بتشوفهم إنه خلاص لا بدهم مشي الأمور ويعني إحنا مش انترستد فيه؟ فهاي واحدة من الأمور تقدر تعرف فيها الدكتور الشاطر. بس هو أهم شيء دائما بحكي للناس روح وشوف الدكتور، أنت روح عنده ادخل، هذه ما بتدفع فلوس عليها، روح عند الدكتور احكي له مرحبا بدي اصير انا دكتور عندك هنا، بدي مريض عندك، بدي اجيب كل عيلتي معي، بس حاب اجي اقعد معك ادردش معك كلمتين. روح هناك اساله انت دكتور معلش احكي لي ايش الكريدنشال تبعك وين خلصت. والدكاتره ما بيحس انه هذا اوفنس، يعني ما بيحسهاش انه انت جاي تسالني انا من وين وجاي بدك تمتحني، ما بتفرجوا لها هيك الدكاتره، بتفرجوا لها انه بالعكس هذا واحد يعني هيز يعني كيرفول اباوت السيرفيس اللي بدي اخذها. فروح اسأل الدكتور، كلمه، شوف لما يحكي معك كيف بيحكي معك، كيف بيكلمك، لما بيشرح لك كيف بيشرح لك. هاي واحدة. بعدين انت لو رحت عند الدكتور اول مرة، بتصير اول مرة بيكون بيسموه نيو بيشنت اكزام، بدك تقعد مع الدكتور ويفحص كل إشي فيه، شوف هل هو عمل لك فحص زي ما انت متخيل يعني، ولا اتس 2 مينتس من فحص وخلص، يا هل حيفحص كل إشي جوا تمك وبراسك في رقبتك في الهيستوري تبعتك الميديكال هيستوري ولا لا؟ لما انت تدخل على العياده ويحكوا لك خذ عبينا الفورم هذا، هل بيحاولوا يساعدوك انك تعبيه ولا بعطوك صفحتين وكلها معاني وشغلات غريبه مش كل واحد شرط انه يفهمها وبعطوك اياها وخلص؟ هل بيحاولوا يساعدوك اذا بدك اي شيء؟ هل مثلا مرات بيعملوا لك تور جوا العياده ويحكوا لك تعال خلينا نورجيك العياده، عندنا هاي الدكتور هذا موجود هنا، والدكتور هاي بهاي الغرفه هنا، عندنا هايجين هنا، عندنا ريسبشن، هذا ريسبشن، هاي المنطقه تبعت اللي بيقعد فيها الموظفين. يعني مرات بنعمل تور للمرضى، يعني شايف كيف تعال تفرج على العياده، يعني حتى يعني اعطيهم سنس انه العياده. هلا في شغل اللي احنا في بلادنا بيهتموا فيها كثير، هنا ما مهتم فيها، اللي هو هل العياده ستيت اوف ارت او لا. في البلاد، في بلادنا يس ان عياده ستيت اوف ارت يعني معناته هذه اتس بيرفكت، يعني هذه كل شغلهم ممتاز. هنا في البلد هذه اطلاقا هذا ما له علاقه، بالعكس العيادات اللي بتشوفها قديمه، يعني تدخل عياده بتشوف كراسيها قديمه، الخزائن قديمه، نظيفه كلها نظيفه لكنها قديمه، لانه هنا الدكاتره ما بهمهم كثير يعملوا التجديدات بالنسبه للكراسي وللخزائن، لانه هذه كلها شكليات. المهم اللي جوا الخزائن، ايش اللي موجود الماتيريال، ايش الايكوبمنت اللي عندك، انا ما بيهمني الكرسي اللي تقعد عليها. وهدول الدكاتره اللي ما بيجددوش حتى بيكونوا حتى ما يحطوا فاينانشال يعني باردن على نفسهم، وبعدين يصيروا بدهم يعني مور ستريس، وبدنا نشتغل بدنا ندفع المصاريف اللي علينا وندفع، يعني هاي واحده من الامور. فروح على الدكتور، ادخل عنده، شوف، اقعد معه، اتكلم معه، اساله كل الاسئله اللي بدك اياها، ما تستحي منه، هذا من حقك لو عملته فحص. شوف هل باخذ اشعه، هل بيحاول يقنعك، ولو انا يعني الان في كاميرات حتى، يعني في انت عندك كاميرا، كل عياده فيها كاميرا بيورجيك السن، فلو الدكتور حكى لك انت عندك تسوس بالسن هذا وخلص، يعني هذا بدك تفكر مرتين في الدكتور. في فرق بين الدكتور يحكي لك في عندك تسوس بهذا السن، خليني اورجيك صورته، يجيب كاميرا يصور لك السن، يحكي لك شايفه، اذا انت ما بتشوفه معناته مش موجود، يعني اذا هو موجود التسوس والدكتور بيقدر يشوفه، لازم انت تقدر انك تشوفه سواء في الكاميرا او على صوره الاشعه، بورجيك اياها صوره الاشعه، بورجيك سن طبيعي مثلا وهذا الجزء فيه تسوس، فيشرح لك اياها، يورجيك اياها، مش مجرد انه هنا في تسوس، هذا السن مطعوج، هذا بده خلع، هذا بده. يعني الشغله التاليه، الدكاتره اللي بيكونوا يعني جيدين، انا بوجهه نظري دائما بيعطوا اكثر من اوبشن. وأنا ليش بحكي أكثر من أوبشن؟ لأنه لازم دائما يكون في أكثر من أوبشن لأي علاج. والسبب إنه مرات بيجيك يعني سن هوبلس، ما في إله غير الخلع، ففي غير أوبشن واحد، بس أنا ستيل بقدر أحكي لك إنه لا، في أكثر من أوبشن،
لأنه الأوبشن الثاني إنه no treatment، يعني ما نعملوش إشي خلاص طيب خليه هيك لحد ما ربنا يأخذ في وداعة السن هذا يوقع فجأة هيك، يعني هذا always option. فدائما لازم في option، ما بقدر أحكي للمريض أنا هذا السن بده تلبيسة وخلاص، أو هذا السن بده حشوة عصب وخلاص، ما في غير هيك. المريض مرات يعني ما بيقدر يدفع تكلفة الحشوة العصب، طب إيش في option تاني عندي؟ فلازم الدكتور في أي علاج يوصفه للمريض يكون في أكثر من option. ممكن تخلع السن، ممكن نعمل حشوة مؤقتة، ممكن نعمل حشوة عصب، ممكن تلبس السن بعديها، ممكن لا ما تلبسوش، ممكن تخلع ونعمل زرعة محلها، ممكن نعمل لك طقم إذا في أكثر من سن. ففي دائما أكثر من أوبشن بيكون، فهيك المريض بحس براحة أكثر إنه ما انحصر في أوبشن واحد وخلص. دكتور تفضل. والشغلة الثالثة إنه المريض إذا حس إنه الدكتور بيحط عليه بريشر بده إياه يعمل هاي تريتمنت، يسحب حاله ويطلع خلاص. يعني لازم انت دائما تحس ان الدكتور يعني بيشيل ألمك، بيشيل همك، شايف كيف بيشعر معك ريجاردس. انا بحكي لكثير ناس احنا مش فاينانشال ادفايزر، ممكن يجيك واحد يحكي لك اخ هذه صغار 1000 ما بقدرش ادفع 1000، انا مش وظيفتي كفاينانشال ادفايزر احكي لك اسمع روح اعمل هيك واعمل هيك بتحصل ال1000 تعال ادفع لي اياها، انا مش هيك. انا وظيفتي كطبيب اسنان ان اعطيك احسن الأوبشنز تبعون العلاج، أعطيك الأحسن بعدين الجيد بعدين اللي مقبول وإنت تختار ما بينهم. ما بنقدر نحكم على الناس من أشكالهم، هذا بنفع أحكي له على الزراعة اللي هتكلف 3000 أو 4 أو 5 أو 10 أو لا شكله هذا معوش فلوس لا بلاش أحكي له على الزراعة. ما بنقدرش نحكم على الناس، لازم نعطيهم كل الأوبشنز. هيك المريض بيشعر مور راح أن الدكتور هذا اللي بيحكي معاه ما بحصره في كورنر، وإنه لا إذا ما عملتهاش اليوم حيصير معك مشاكل. يعني هاي واحدة من الأمور كمان. طب دكتور أنا بدي أسألك سؤال، ويمكن هذا سؤال عند كل الجمهور، الأخطاء في طب الأسنان. يعني كل الناس بيجي بقول لك يا أخي أنا عملت سن بعد 5 سنين انكسر، عملت حشوة بعد 7 سنين وقعت أو صار فيها مشكلة. احيانا بتنسى مين اللي عمل لك اياها. احنا عندنا طبعا تعرف فيش دكتور اسنان للعيله، بروح على اي واحد لقاه في الشارع. هاي واحده من الامور. هلا ما في دكتور اسنان بيرفكت، كلنا عندنا يعني مشاكل مرات، مشكله هون مشكله هون. الفرق بين يعني الدكتور اسنان او ثاني ان الدكتور هل بيعترف بالشغلة إذا صارت. يعني أنا عملت لك حشوة، الحشوة مش ضابطة، أنا شفت إنها مش ضابطة مش أنت اللي شفتها، لما تيجي عندي بالمراجعات شفت حشوة لا أنا بقدر أعمل أحسن منها، شايف كيف؟ فالدكتور الجيد هو راح تلاقي لحاله بحكي لك شوف باي ذا واي هاي الحشوة عملناها بس أنا شايف إني بقدر أعمل أحسن منها، فبدنا نحجزك تيجي تعملها، والمفروض إنه ما ندفع عليها يعني لأنه لما نعملها مرة ثانية ما ندفعش المريض. فأتوقع كل دكتور أسنان جيد راح يحرص على انه يعمل شغله جيد من البدايه، لانه في الاخير لو اجى شاف شغل وصارت مشكله حيرجع الدكتور مره ثانيه في من وقته وعلى حسابه، شايف كيف، وعلى الاسترس انه يعملها مره ثانيه. فليش يمر في هيك؟ ليش ما يعملهاش كويس من اول؟ فبس مرات بتصير شغلات، كل دكتور بيسهى عن امور، كل دكتور بتصير عنده مشكله هنا وهنا، بس بالنهايه اذا انت بتراجع الدكتور باستمرار اذا في اي مشكله لازم تبين. يعني ما بصيرش حدا يعمل شغله وما تكونش مظبوطه او الدكتور مسكر عينيه. طيب اول مره سكر عينيه والمره الثانيه لما تيجي للمراجعه الثانيه ما اذا سكر عينيه عنها معناته هنا في خلل بدكتور الاسنان صراحه، شايف كيف. وانا اشك انه في دكاتره اسنان بيعمل هيك، يعني اغلب الدكاتره اللي عندهم اخطاء بتكون اما يعني من غير قصد، شايف كيف، او انهم هم مقصرين في مساله الفحص المستمر. او المريض بيجي عندك بيعمل حشوه مثلا وبروح بيختفي بعد 5 سنين بيرجع لك. طيب انا مثلا اوكي يمكن عملتها غلط، ما ايش الحال، لو انت بتيجي عندي باستمرار انا كنت راح احكي لك انتبه لها، يعني عملنا 10 حشوات مثلا واحده منهم مش مزبوطة، بس لو انت بتيجي باستمرار انا كنت راح اشوفها وراح احكي لك عليها، بس انت رحت اختفيت رجعت بعد 10 سنين، يعني ماشي الحال. ايش يعني دحمر؟ بعدين كل شيء له عمر يا دكتور محمد، ما في شيء. الشغل الوحيد اللي دكتور الاسنان بيعملها ونسميها عقد زواج مع المريض زي عقد الزواج هو الامبلانت. الزرعة متى ما حطيناها فأنت مسؤول عنها طول عمرك، لأنه هي الوحيدة اللي المفروض إنها تعيش يعني العمر طويل كثير الزرعة اللي بعضها. فمتى ما حطيتها للمريض الآن أي إشي بيصير فيها من الآن لبعد 10 سنين 25 years يعني هذا
هو عادة يعني المفروض إنها تعيش أكثر. يعني ما في كل 25 سنة من نادي المريض بنحكي له تعال صار لها الزراعة 25 سنة تعال عشان يشيل لك إياها ويحط لك واحدة جديدة. أو زي التلبسات، إحنا ليه قلنا بنحكي للمريض هاي بتعيش 15 سنة، بس كلنا بنعرف أبوي أمي وأبوك وإمك الله يرحم كل الناس يعني عندهم كان كراونات صار لها 30 سنة، تلبسات صار لها 30، فمش شرط يعني. لكن هو قانونيا بيحكي لك أوكي بتحكي للمريض 12 سنة 13 سنة، بس مش معناه تقول 13 سنة نحكي مع المريض تعال هلأ صار له هذا 13 سنة تعال غيره. فهو زي ما حكيت لك ما أتوقعش إن في دكتور أسنان بخاطر في سمعته بيعمل إشي غلط أو بيحاول إنه يتهاون في أمور خاصة في كندا. في بلادنا بتصير كلنا منهم هيك لأنه ما عندنا رقابة. في البلاد هون في رقابة شديدة، يعني إحنا عندنا الرويال كوليج اسمها، يعني هاي بتوقف مع المريض ضد طبيب الأسنان، فلو المريض عنده أي مشكلة أي شكوى بروح عليها شايف كيف بيشكي وبيعملوا بيفتحوا انفستيجيشن ويتسبب يعني إيش وجع رأس كبير. فما في حدا من طب الأسنان بيحاول يحط نفسه في هذا الموقف يروح يعمل هاي القصة وما أتوقع حدا. فأي إذا أي غلط بصير أو أي خطأ فهو بيكون غير مقصود، والمريض له الحق لو أي شغل بنشغله في أي لحظة ما بيشعر إنه الشغل كان جيد حتى لو بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين يرجع الدكتور يحكي له دكتور عملنا هاي الحشوة وأنا مش شاعر إنها إنه في إشي صح. الدكتور مفروض يشوفها، والدكتور مش مفروض إنه يدفع المريض على الكشف إيه هاي. إذا أنا اشتغلت شغل المريض رجعني بعد سنة على نفس الشغل اللي أنا اشتغلته لأنه كان في قصة ما مندفعه لا كشفية ولا مندفعه إذا بدنا نصلحها، فهذه فري لأنه هاي غلطتنا إحنا. ومرات صعب إنك تحكي غلطة مين، يعني إحنا بنحكي للمرضى اللي بيجيني مريض بيحكي لي بدي تحط لي حشوة وتضمن لي إياها، بحكي له ماشي الحال مضمن لك إياها بس بشرط بحطك بغرفة وبسكر عليك وأنا بدخل لك الأكل اللي تأكله. أنا ما بعرف تأكل عليها لوز وبتكسر لوز وبندق عليها وكذا، واللي بيفتحوا علب البيبسي بسنانهم مثلا وهذا كيف ما كيف بدي أعرف أنا أنت إيش عملت في سنانك شايف كيف؟ فالحشوة انكسرت هل بسبب خلل من عندي أنا شايف كيف؟ أو بسبب طريقة استخدامك أنت لأسنانك كيف كانت؟ هل الحشوة انكسرت؟ بيجيك مريض زي ما أنت حكيت حطيت حشوة بعد 5 سنين انكسرت وقعت، أو حطيت تلبيسة وبعد 5 سنين صارت توجعه. طيب ليش مثلا أنت بدك تفترض أن الدكتور الأسنان اللي عملها غلط؟ طب بلكي مش أنت مش بتفرشيش أسنانك. طيب إذا وأغلب المرات ما بتفرش أسنانك بيبدأ التسوس تحت الحشوة أو حتى تحت التلبيسة وبضل ياكل فجأة بتصير زي هول في فجوة تحت الحشوة أو تحت التلبيسة مع أول عضة أكل تأكل فيها إشي يابس كل شيء بيهفت وبينكسر. فهو مش شرط إنه يكون دكتور. الدكتور بيكون لو أنت فعلا بتحافظ على أسنانك بتفرشيهم وبتعمل بالخيط فلوسينج وبتراجع الدكتور باستمرار ما أتوقع حيكون في عندك مشاكل. ما أتوقع إحنا عملنا حلقة مهمة جدا مع الدكتورة دينا تكلمت عن موضوع العناية بالأسنان والأمور هاي، فلازم الناس تراجعها. والدكتور إن شاء الله حنعمل معاه برضو مقابلات أخرى عن الأسنان. دكتور في سؤال يمكن الآن من الأسئلة اللي كتير مهمة اللي هي المخاطر تبع طب الأسنان أو المشاكل اللي بواجهها طبيب الأسنان. من أكبر هاي المشاكل اللي هي خاصة في الوضع الحالي اللي هي قربك من المريض وقربك من جهاز التنفس تبعه، وطبعا احنا عارفين مع الكوفيد 19 ايش صار في تغييرات في هذا الموضوع. انتوا زمان كنتوا تلبسوا الماسك ونظاره احيانا، بس الان اي ثينك انه في تغييرات صارت. هو محمد من ايام زمان احنا كل مريض بيدخل على العياده احنا ما بنحكيها للمرضى عشان يعني مش حلوه هاي الشغله ولا نايس، لكن كل مريض بيدخل على العياده يعامل كانه مريض، يعني ربنا يبعد عنه ويبعد عن كل المسلمين، كأنه مريض إيدز معاه مرض نقص المناعة. كل واحد بيدخل على العيادة يقعد على الكرسي إحنا منعامله كأنه مريض يحمل فيروس الإيدز، يعني بهاي الخطورة شايف كيف؟ لأنه ما نعرف مين اللي حيجينا ومعاه هاي الشغلة، فما بنقدر ناخد شانس إنه هذا معاه وهذا معوش، هذا عنده مشكلة ما بنقدرش. فمن الأول عشان هيك إحنا ما تغيرش كثير أمور علينا بالنسبة الأمور. يعني الماسك اللي احنا بنلبسه هو السيرجيكال ماسك اللي الآن المرضى إذا كانوا مش تيست بوزيتيف لكوفيد نفس الشيء ما تغير أي شيء almost. طبعا باستثناء أنه لازم تلبس الجون، هذا ما كناش نلبسه حتى تغطي أواعيك كلها من الرادار. الماسك اللي بنلبسه هذا عفوا الفيس شيلد اللي بنلبسه حتى كمان يمنع
مور حماية من الرداد، الـ N95 ماسك اللي بنلبسهم حتى يمنع. فهذه الأمور صارت الآن على بروتوكول جديد إنه لازم نستخدمها حتى يعني نكون يعني يكون في حماية أكثر للدكتور أو حتى للستاف، لأن الستاف نفسهم بيلبس نفس الشيء. كمان بخصوص القرب من جهاز تنفس وكذا، يعني إحنا بنشتغل في تم المريض، فكل إشي لما تحفر فكل إشي يطير كل محل يعني شايفي. فعشان هيك في بروتوكول الآن نتبعه اللي هو المريض بيتمضمض في مادة معينة، شايف كيف الهيدروجين بيركسايد مخلوط يعني في نسبة معينة مع المي، بحاول نقلل عدد البكتيريا والفيروسات قد ما بنقدر يعني. وبعدين الحرص شايف كيف، هو مجرد انه لما تشتغل طبعا السكشن واللي بنسميها رابر دام بنحاول نحطها حتى نمنع السلابة تبع المريض تطلع برا اكثر، بالاضافة للي بنلبسه اللي هو الغانز اللي هو ال 95 ماسك او السيرجيكال ماسك الفيس شيلد. وبالأخير طبعاً العيادات كلهم من أيام زمان، أنا بحكي عن عيادتي يعني ما بعرف عيادات الناس تانية، بس العيادة عندنا إحنا أوردي مجهزة بالهيبا فلترز اللي هو تبع الميديكال اللي هو تبع بيقلل عدد الفيروسات اللي بالجو، إحنا مجهزة من أيام زمان يعني من 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 أكثر من 10 سنين محطوطين هذول في العيادة. فمش بس عشان كوفيد هلا يعني، هو إن جنرال حتى عشان كمان يعني تعرف كيف العيادة كبيرة وفيها يكون مرضى كثير كذا، فللحماية فموجودة هي كلها ما تغيرتش. الشيء الوحيد اللي تغير الآن طبعا زي ما حكيتك الغانز اللي بنلبسه، كنا أيام نلبسهم في الجراحة لما نعمل إمبلانت، لأن الجراحة بتطير فيها دم وبتعرف مرات تصير طرطش دم يمين يسارة بتشتغل، فبنلبس الغانز حتى ما يروحش كثير علينا. واللي اختلف الآن صار لا، الغانز نلبسه دائما، الفيس شيل طبعا نلبسه، السيرجيكال ماسك أو الـ N95 اللي هو الماسك اللي مخصص بنلبسهم. وبالإضافة لأنه التنظيف الآن صار more frequent، يعني أول كنا مننظف بعد كل مريض، الآن صرنا بعد كل مريض مننظف ومنترك الغرفة أول إشي لفترة معينة حتى أي إشي في الجو ينزل على الأرض ونرجع بننظف مرة ثانية، وصار تنظيف مرتين. بعد كل مريض بيدخل وبيطلع كل إشي بالطريق المريض هو ماشي فيه بيتمسح، وكل إشي هو طالع بيتمسح. يعني مثلا المريض دخل من الباب شايفينك يعني. يعني لا طبعا يا المريض دخل من الباب عندنا مثلا على الباب ما باب مسكر، باب مريض ما بيفتحه بيدخل على العياده، بيجي برا بيتصل العياده بينزل بيفتحوا له الباب بيعطوه بخسوله درجه الحراره بيعطوه ماسك يلبس اذا معوش ماسك ويغسلوا ايديه في سانيتايزر. بعدين هو طالع يعني عندنا احنا اكثر من طابق، فهو طالع حتى الدربزين وهو طالع بعد ما يطلع طبعا ما بيكونوا داخلين 5 مرضى مع بعض، بيدخل مريض مريض مع انه احنا اكثر من ليفل، بس مريض مريض بيدخل وبيطلع بعدين بيدخل مريض، ولما نطلع واحد من الغرفه ميك شور انه ما فيش واحد برا بيطلع، يعني بنحاول نقلل عدد قدر الامكان اللي هو المرضى الداخلين وطالعين مع بعض. وكل إشي بيمشي عليه حتى ايدين الدربزين حتى الباب محل ما بتدفش عشان تدخل على اي غرفه كذا، هذا كله بينعمل له وايب بعد ما المريض يدخل، ولما يطلع المريض بيرجع. فانت بتشوف كل ستاف عندنا، يعني هاي واحده من الامور اللي زادت التكلفه على العيادات انه بدك توظف ستافينج اكثر، فبتلاقي الناس ماشيين بالسبراي اللي هو تبع اللايسول سبراي هذا مثلا شايف كيف، والمريض ماشي ورا المريض بيطلع هم بيرشوا وراه بيمسحوا شايف كيف، بروح بوقع على ورقه طبعا حاطينهم شيت بوقع عليه بالوقت وبتوقع جنبه انه نظفت بعد هذا المريض. أوه. والمريض بعد ما يخلص وهو طالع برضه بتنظف شايف كيف، وتروح بتوقع انه نظفت بعد هذا المريض واي سبراي يعني قدر الامكان شايف كيف. هذا دكتور اللي سمعناه اللي هو الكوفيد سور تشارج، لا اللي هو بنسميه احنا بنسميه احنا البي بي اي اللي هو البيرسونال بروتكتيف يعني كوبمنت شايف كيف. هاي تشارج الان في كثير عيادات يعني صار فيها كثير لغط، احنا الانتيريو دنتال اسوسيشن طلعوا كود حكوا لك انه انت لازم هذا الكود تدفعه، فهم حددوها ما بين $18 يعني، فانت من 0 ل 18 بتدفع اللي بدك اياه. يعني اللي الناس لازم يعرفوه انه اولا انا اتوقع ان المريض لازم تو ابريشيت انه في تشارج انحطت، لانه هذا بعطيه مور اطمئنان انه في إشي قاعد بينعمل. التشارج هاي ما انعملت هيك، اولا هاي التشارج هي جزء من التكلفه اللي على العياده. في كثير ناس بيحكي لك انت كلها يعني هذا نفي، هو هذا المبلغ اللي انت بتدفعه سواء 10 او $15 او 18 هذا جزء من التكلفه اللي هي فعليا. فانت لو بدك تحسب الغاونز اللي انت بتلبسه والمريضه تبعه الاسيستنت تبعتك تلبسهم، الغاونز هذا سعره $7 شايف كيف، اللي بتلبسه لكل مريض، فبتلبس انت 7 ومريضك الاسيستنت تبعك 7 هاي $14 خلصت هذا.
كل شيء ارتفع سعره. الجلوفز اللي بنلبسهم كنا ايام زمان نشتري الباكيت في يعني يكون 200 جلوفز مثلا نشتريهم في $10، الان هذول صار سعرهم $30 و$40. هذا زاد. الماسك اللي بنلبسهم السيرجيكال ماسك طبعا الN95 هذول سعرهم صار خيالي، بتحكي عن $15 و$20 اللي هم الليجيتيميت. شايف كيف في كثير N95 بس ما بيعملوش سيل كويس، بينباعوا $5 $7 بس الليجيتيميت سعرهم $20. شايف كيف هذا ال 3M. فاذا انت بدك تلبس واحد والاسيستنت تلبست واحد هي $40، وعندك 14 اللي هو الجونز هذول تحكي انت صار عندك $50-$55. الفيس شيلد هذا ما هذا سعره فلوس كمان هذا نحكي وصلت $60. يا هلا زيد على هذا حط البلكس جلاس اللي بتحطه على المكاتب قدام، ما هذا كل واحد اشترني يعني عشان يجي ركبه دفعت $200-$300 على كل مكتب. التنظيف اللي ورا كل مريض داخل ورا او ايام زمان كنا مره يعني شايف كيف مره بالصبح ومره بالظهر ومره بالليل بننظف اللي هو الممرات والابواب وكل إشي. الان لا، صرنا بعد كل مريض بننظف هو داخل وهو طالع، فهي زادت تكلفه الماتيريالز اللي نستخدمها. بالاضافه للوقت، الايام زمان كنا بنشوف المرضى ورا بعض مباشره، الان صار في فراغات بين كل مريض نخليه نعطي الغرف. شايف كيف اللي بنظف الاسنان مرات اذا استخدمت الكافيترون اللي بنظف الاسنان لازم تترك الغرفة لمدة 3 ساعات قبل ما تقدر تشوف مريض تاني. فإذا أول كانت بتشوف 8 مرضى في اليوم، الآن صارت بتشوف 3-4 مرضى فقط. فهذا كله طبعاً أنت هي ستيل بتأخذ فلوسها كاملة للهايجينست اللي بتنظف، أنت بتفعلها عن اليوم كله، لكن هو فعلياً اللي صار يجيك هو نص اللي كان يجيك أول. فهاي كلها عملت شارج. فلما حطينا ما بين 10 أو 15 أو 18 على حسب البروسيجر، فهذا جزء سيارة دكتور ولا مرة واحدة بدفعه؟ هو ما هو المفروض إنه كل مرة، لكن العيادات في عيادات كثيرة إحنا واحدة منهم، إحنا المريض بيدفعها مرة واحدة فقط. يعني إن شاء الله بيجي 20 مرة هو بيدفعها مرة واحدة مجرد حتى يعني يكون في جزء من المساعد، لأنه غير هيك اللي صار ينعمل الشغل الثاني محمد صارت في دكاترة كثير ما بتجدوها بحكي لك أوكي أنا مش حزيدها، لكن هو فعليا بيزيد الفي جايد تبعه. يعني كانت الحشوة تكلف 180 وبيعملها هلا 190 يعني. فاحنا بالنسبه لنا بنتبع في جايد تبع اونتاريو اللي هو الريكومندد باي ذا جوفرمنت، ما بنزيد عليه ولا دولار. يمكن في بعض البروسيجرز اللي هي بتكون فيري كريتيكال وفيري حساسه يمكن نزيد عليها جزء بسيط، لانه وي ثينك انه احنا بنستخدم ماتيريالز غير اللي بيستخدموها الدكاتره الثانيه. هذا اللي احنا بنشتغل يعني، بس ان جنرال الفي جايد هو واحد واغلب كل الدكاتره اتوقع بيستخدموه. وزي ما حكيت لك يعني احنا وي ار اب فرونت، بعتنا لكل المرضى، بعتنا لهم ايميل حكينا لهم في هاي تشارج، يعني ما يجيش المريض وحينصدم اخ انا ما كنت اعرف. كل المرضى هيد اوف تايم حكينا لهم عليها، وهذا كجزء بس حتى انه نقدر احنا نستمر بالكوست اللي اجى علينا. شايف كيف؟ فهي اللي بدي كل المرضى يعرفوه والناس كلهم انه البي بي اي اللي هي تبعت كوفيد هذه فقط جزء بسيط من اللي فعليا اللي العياده بتتكلف، جزء بسيط جدا. واضح واضح. واذا زي ما بتحكي هذا المبلغ يعني ما اتوقع انه راح يكسر حدا. طبعا بدنا سريعا نطلع على الكومنتس. محمد تميم بيقول دكتور احمد انسان رائع وانا اشهد ومميز، والأهم أنه أمين وصادق في توضيح الحالة للمريض، يوضح ما هو ضروري وما هو غير ضروري وأن يقوم به المريض. هذا أقوله من خبرة. طبعا شكله كان عندك ده برضو. في سؤال كيف تفحص غدد الليمف؟ عندي غدد صغيرة في الرقبة واحدة تحت الفك، ولدي واحدة تحت الفك بحكي، ولدي نحول في جسمه لكن مش كثير، ممكن الاستشارة مبدئية. يعني صعب أحكي لك، مرات بتكون في قرحة في التم، قرحة صارت اللي هو الألسر أو الكانكر سور بنسميه، يعني جراحة شفتك وانت بتاكل إشي يابس أو كذا، هاي ممكن تخلي الليمف نود تتضخم. هي رياكشن تبعها بعدين حسب إيش. في ناس بيكون عندهم مشاكل مثلا عنده بدايات مثلا رشح، بدايات sore throat، هاي كلها بتت express itself بانه الليمف نودز بيكونوا شوي متضخمين يعني. شايف كيف؟ ف
طبعا ما انا يعني صعب تحكي من غير ما انك تشوفها وتشوف الهيستوري، تسال المريض وتشوف الهيستوري تبعها يا وبعدين تحس وضعها كيف، هل متضخم كثير، هل فيها حركه، هل فيها الم مع كذا، فهاي كلها موجوده في الجهتين ولا في جهه واحده، ففي اكثر من صعب انه تعمل تشخيص بس على على الـ على الـ يعني على السمع بس، هيك صعب تكون. في عده اسئله عن موضوع المعادله، اجين بحكي انه احنا عملنا حلقه كامله عن موضوع المعادله، صعبة سهلة، هذا الشيء يعود للشخص ويعود لجلده في الموضوع، كلها موجودة. الدكتور لما عادل عادل قبل 10 سنوات I think، وكانت تختلف طريقة المعادلة. تختلف تماما. بس بدي أحكي إنه اللي بس بدي أحكي للشباب اللي بيسألوا على المعادلة، صعبة ولا سهلة؟ ما في إيش صعب، ما في إيش صعب. لا يعني اللي بينجحوا كلهم ما هم عباقرة وأينشتاينز والكل، مجرد انك تكون كوميتمنت وتدرس، تقعد وتحط راسك بدراسه. طبعا الدراسه ما هي ساعه وساعتين، هذا طبيب الاسنان ما بيعرف إشي اسمه انا بقعد ادرس ساعه وساعتين. الدراسه اذا ما قعدت تدرس اتليست 10 ساعات فاتوقع انه صعب، ف10 ساعات على يمين 10 ساعات يعني 9 6 الصبح وتخلص على 4، على 4 تطلع تاكل وتشرب وتروح عفوا على الحمام وتقعد على التلفزيون كذا، هيك بيمشي امورك. طبعا مش يوم يومين بدك تسمع، هذا اسمه الصبر وانك تدرس. اما اذا بدك تاخذها بساعه ساعتين وكذا هذا صعب، لانه زي ما حكيت انه الان صارت اسهل من ايام زمان الان، لكن اللي ما في شيء صعب، كلنا عادلنا كلنا يعني دكاتره الاسنان اللي جايين من برا معبئين الدنيا كلها، ما في شيء صعب اخي، بالعكس الان صارت اسهل بكثير من اول. صحيح. yeah. في سؤال بيحكي أنا خريج صيدلة وعاوز أدرس أسنان في كندا بعد الهجرة. بعد الهجرة يس، قبل الهجرة ما أتوقع تقدر تدرس لأنه بس هي للكنديين، فهل دخول أعتقد الكلية صعب؟ طبعا بيعتمد على الريكويرمنت اللي عندك، كم سنة هحتاج؟ هحتاج 4 سنوات I think، صح؟ 4 سنوات بغض النظر إن شاء الله أنت معك دكتوراه في أي إشي غير طب الأسنان، لو معك دكتوراه وبوست دكتورال بدك ترجع 4 سنين تخلصهم. احنا يعني هون اغلى من بلادنا طبعا، اتوقع طبعا 400,000 بتكلم 400,000 مع المعيشه، يعني ما بين انك الاربع سنين ما بين انك تاكل وتشرب فيهم وتشتري الكتب والمعدات وتصرف والكوست كذا، اذا كان عندك عائله. طبعا انا بحكي عن عائله، الطلاب ممكن توصل 300، شايف كيف 300,000 اللي هو بيكون سنجل لحاله، بس اللي مع عائله 400,000 بدك تحط في بالك انه حتكون اذا بدك تعيش جيد عبين تخلص، فيعني مكلف شوي. يس يس. سؤال قبل الأخير، ما هو المقصود بابتسامة هوليوود؟ آخ ابتسامة هوليوود هذا بس مجرد اسم يعني، يعني هذه هاي مسميات في البلاد هون، هاي واحدة من الأمور يعني. أنا بتجيني مرضى بيدخل على عيادة في البلاد يعني بدي ابتسامة هوليوود يعمل إياها، فراح نقعد نتفرج يعني. يعني هون في البلاد ما بيعملوها كثير ابتسامة هوليوود، هون بسموها فول ماوث ريهاب أو ريكونستركشن، يعني أنت بدك تعيد بناء كل الأسنان. ابتسامة الهوليوود انه حسب فينيرز او كراون، تلبسات قشور صغيره بتنحط على الاسنان ولونها ابيض فبتصير لون الاسنان ابيض، او تلبسات تنحط. هل ننصح فيها؟ اطلاقا ما بننصحش فيها نهائيا، الا اذا كان المريض عنده مشاكل في اسنانه وهي بتستوجب التلبيسات. اما متى ما انت سن كويس اجيت بردته ولبسته وحطيت عليه فينيرز، الناس ما بيعرفوا مفكروه ابيض ومبين حلو، لكن هذا صار العنايه فيه بده 10 أضعاف العناية تبعت السن العادي لو كان طبيعي. يعني انت بتفرشي مرة واحدة وسنك طبيعي، لما تحط كراون وتلبس تعمل هولو سمايل بدك تصير تنظف 3-4 مرات زيادة حتى تحافظ، لأنه الأسنان بتصير عرضة أكثر للمشاكل اللي تصير. فهي صحة تكون حلوة، لكن أنا بحكي للناس كلهم بدك بيض أسنانك، أحسن مبيض إنك تفرشيهم باستمرار بصيروا بيض، لا بتحتاج لتبيض ولا بتحتاج لأي شيء ولا بتحتاج تلبيس، إلا اللهم إذا كان في مشكلة يعني في الأسنان يعني بتستوجب التلبيس. فبس هو ابتسامة هوليوود هو تلبيس لكل الأسنان الأمامية، بحيث لما تضحك الأسنان كلهم نفس بعض ونفس اللون وبصير لونهم أبيض جدا. وزي ما حكيت لك في البلاد هذه بتكون منظر مش جمال كثير لما يكون الأسنان أبيض كثير ومبينين إنهم مش طبيعيين. يس. رافد طبعا له تحية، رافد هو دينتال هايجينست نقل من أمريكا لكندا والآن عادل شهادته، فأهلا وسهلا فيه في كندا، بنتشرف فيه. في عنده سؤال هذا الثاني طبعا، ما الذي يتمناه دكتور أحمد لنظام صحة الأسنان في كندا من جهة ونظام صحة الأسنان في البلاد العربية من جهة أخرى؟
في البلاد العربية، خلنا أبدأ من وراء بلادنا العربية، يعني الثقافة صحة الأسنان عندنا جدا ضعيفة في بلادنا، يعني الناس ما بيهتموا بأنه يروح على دكتور الأسنان باستمرار، وإنما يعني زيارة بتصير بس لما يصير المريض عنده أوتش، عندي وجع أنا إشي بوجعني بروح أزور. في البلاد هذه لا، يعني كنت أتمنى أكثر في بلادنا يصير فيها الصحة الفموية، يعني أكثر ناس أكثر يعتنوا في أسنانهم، خاصة نحن مسلمين يعني وديننا بدعو لهاي الشغلة، والسواك والتنظيف والمضمضة والأمور هاي كلها. فكان يعني يا ريت لو كان عندنا في بلادنا الناس بيعتنوا في هاي الأمور أكثر من هنا، مش بس يعني ولو إنه يمكن ضيق الحال في بلادنا يعني تمنع الناس إن يروحوا باستمرار على أطباء الأسنان لا 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 ينظفوا الأسنان ويحافظوا عليها. دائما بندعو لأنه زي ما بيحكوا درهم وقاية خير من قطار علاج، يعني لو كان في زيارة مستمرة للدكتور للتنظيف وشيك على الأسنان بمبلغ بسيط جدا، يمكن في بلادنا بتغني المريض عن أنه يصير عنده يستفحل، بتكون حشوة صغيرة محتاجها بتركها المريض بتصير أكبر، صارت بدها حشوة عصب ما ترى ما عملهاش، مر في وجع في ألم اضطر يخلع السن، الآن صار عنده ما فيش سن بدي يعمل حشوة بدي يعمل زراعة، وصار فكل مرة بتزيد التكلفة أكثر وأكثر. هاي يعني يا ريت لو كان عندنا هاي المسألة في بلادنا، إن شاء الله إنه في وقت من الأوقات بتصير عندنا الأمور أحسن. في كندا هون اللي متمنى إحنا على النظام الصحي، ويعني الدولة ما أتوقع أنها تصير ببلك، يعني أتوقع هذا شيء يعني ما راح يصير، لأنه الدولة ما بتقدر إنها يعني يعني زي ما تحكي تدفع لدكاترة الأسنان اللي بيستحقوه. واحدة من الأمور اللي كنا نتمناها إنه الدولة لو تحسنت من أمور الكفرج تبع الناس اللي على اللي هم أونتاريو وورك مثلا، أو اللي على أودي أس بي اللي هم على اللي عندهم إعاقات اللي ما بيقدروا يشتغلوا كذا، فالسينيورز فالدولة بتغطيهم، لكن بتغطيهم بمبالغ قليلة جدا، بتخلي أطباء الأسنان في كثير منهم ما بحبوا يعالجوهم لهذا السبب. يعني الخلع مثلا، خلع الأسنان بالوضع العادي مثلا بيكلف 100 وإشي مثلا لو فرضنا، اللي هو على الأونتاريو وورك الأودي أس بي بيدفعوا، يمكن صراحة ما بعرف إيش أذكر، بتابعش أنا بعالجهم بس ما بتابع هذا، بس أتوقع يمكن $40 يمكن. $40 أنت يعني أنت ما كفت الساعة اللي دخلت عندك، هذا أنت اللي بتدفعه للأسيستنت ولقعدة المريض وللاستيرايزيشن تبع الماتيريالز والماتيريالز اللي استخدمتها والتنظيف والوقت، كله هذا بيطلع عليك أكثر من 40 اللي بيدفعوا لك إياه. فعشان هيك المشكلة الدكاترة مش ملزمين أنهم عالجوا الناس اللي على المساعدات، شايفين؟ لأنه الدولة ما بتقدر تدفع لك إشي يعوض اللي أنت فعلا كوست اللي عليك. فإحنا بصراحة عندنا في العيادة بنحاول نعالجهم يعني من باب أنهم يعني هدول بركة بنعتبرهم، شايف كيف؟ كل واحد بيجي بنساعده نعتبرها يعني زي شايف كيف نتبارك في العيادة أنه ساعدنا حدا يعني. تمام. طبعا دكتور رامي بيسأل أنه فيها بشال من يا بشال، دكتور رامي ما عندك مشكلة تواصل معي وإن شاء الله أنا من عيوني التنتين بعطيك اللي بقدر عليه من مساعدة. دكتور أحمد حابب أشكرك شكر جزيل على تشريفك. إن اللي حابب يتواصل مع الدكتور أحمد يا جماعة حابب يروح على العيادة، العنوان ورقم التلفون والويب سايت كله موجود على الشاشة، ممكن يتواصل. أنا أحطهم برضو في الكومنتس احتياطا عشان اللي ما قادر يعمل لهم كوبي ممكن يعمل لهم من الكومنتس. دكتور أحمد في النهاية حابب أعطيك آخر دقيقة إذا تحب توجه رسالة للجمهور، لأن إشي ما سألته أو نسيته حابب تحكي عنه، تفضل. الله يبارك فيك. لا بالعكس، يعني إن شاء الله يكون بس أفدنا الناس كلهم. اللي بس نحكي للشباب كلهم، أنا كثير شباب بيجوا عندي وبيتصلوا فيي وتعرف كيف، أنا بحب أساعد الكل، وأنا زي ما حكيت أنا بساعد الناس وجميلتي على نفسي، يعني أنا ما بحمل حدا جميلة، بس كثير ناس بيتصلوا فيي وكذا وبيحاولوا أن أنا يعني أرجو أن الكل يتفهم أنه أنا جدا بزي في العيادة، يعني أنا كأحمد أنا كثير لأنه عندي كثير شغلات تجيني تحويلات من برا والمرضى اللي عندي، فلما يجي حد يتصل فيه وبقدرش انا اشوفه يعني في مباشره ما يزعل مني، يعني كثير ناس بيزعلوا ويحكي لك يعني طنشنا وبعدين حجزنا بعد شهر وبعد شهر. هو المشكله انا 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 كان انا حاجز موعد بعد شهر عشان لا، فانا قصه فيها يعني اتفرع الكل، يعني الشباب اللي بيسمعونا وبيشوفونا كذا انه يعني تيك ات ايزي، انا ما بطنش اي حدا، ما
بالعكس انا حتى لو عالجت اي حدا والله بتالم لو اي حدا تالم، شايف كيف؟ ولو حدا عالجت اي حدا بدي الناس كلهم يعرفوا صدقني انه نرجع على البيت وبنحمل الهم تبع المرضى، ما من نترك العياده وخلص هم المرضى. كل مريض عالجناه بنرجع على البيت واحنا قاعدين مع اولادنا واحنا قاعدين مع نسواننا ومع اهلنا ومع اصحابنا، دائما مخنا بيكون بيشتغل. هذا المريض عملنا له حشوه كيف صار وضعه، هذا عملنا له خلع، هذا عملنا له حشوه عصب، كيف اموره الان، هل بتوجع هل بتالم. وفي مرات تعرف كيف بدك تتصل فيهم، بس مرات كمان الدكتور مرات بخاف لو اتصل في مريض يطمن عليه، المريض يحكي لك اه في شيء صار، ليش اتصل يعني ايش اللي صار شو اللي سواه. فبالعكس احنا والله بنحب نساعد كل اللي نقدر عليه نساعدهم، ويعني شايف كيف الدعوه بتكون يعني احسن هديه. فانا بحكي للكل اللي ما بيستطيع انه يتحمل تكلفه علاج لاي شيء وعنده الم كيف يحكي معنا، واحنا بنساعد كل حدا بنقدر نساعده شايف كيف. بس ما يجي الواحد يحكي لي والله سدي هذا لونه اصفر بيض لي اياه يعني كيف. احنا بنحكي اللي ما بيقدر يتحمل تكلفه العلاج عنده الم وعنده مشكله احنا بنعالجه، ما طبعا ما بنحكي قدام حدا، مجرد انه يتواصل معنا و شايف كيف، وبنحاول نساعد كل واحد بنقدر عليه قدر الامكان. مش انا بس، في احنا عندنا هون في اوتوا، في عندنا اونتاريو دنتال اوتوا مسلم اسوسيشن اوتوا مسلم دنتست، شايف كيف احنا جروب دنتست مش بس للمسلمين بنساعد، اي حدا شايف كيف. فاحنا جروب ما بيننا، حتى مرات بيجيني واحد بده علاج انا ما عندي مجال بقدرش والامور عندي ضيقه، بوديه على حدا تاني يعالجه شايف كيف. فالجروب هذا بيحاولوا كل واحد بيصير ايش يتخاطر مين اللي بده يعالج هذا المريض ببلاش طبعا شايف كيف. ففي جروب هون من الدكاترة فلسطينيين أردنيين سوريين لبنانيين مصريين من كل الجنسيات شايف كيف، وكلهم جيدين وطيبين والكل بيحب يساعد كل حدا، كلهم خيرين وكلهم أفاضل وكلهم أحسن مني في كل شيء شايف كيف، في طب الأسنان، والكل بيحاول يساعد الكل. فلو أي حدا عنده أي مشكلة شايف كيف وما بيقدر فعلا أنه يتحمل تكاليفها شايف كيف، هو صدقا يعني ما بيقدر يتحملها، فيتواصل معنا وبنحاول أنه قدر الإمكان نساعده ونخفف ألامهم الناس هذول كلهم إن شاء الله. بارك الله فيكم يا دكتور، شكرا لك، رائع، وأتوقع أنه كتير استفدنا منه من القلب إلى القلب زي ما بيحكوا، ومن السن إلى السن. الله يسلمك، إن شاء الله نتمنى للجميع الصحة والعافية، نتمنى لكم كل الخير. أنتوا برضو ريسك، تعتبروا هاي ريسك مع المرضى، ولكن بتقوموا بواجبكم اللي إن شاء الله رب العالمين ربنا بيجازيكم عنه كل خير. شكرا لكم كتير. الله يسلمك، وبقول لكم كلكم يعطيكم العافية. نراكم بعد ساعة إن شاء الله مع الدكتور محمد جنيدي، هنحكي عن سرطان الرئة في حلقة من جمال الصحة. الله يسلمك.